أطلق سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية مبادرة البيئة الخضراء ومبادرة حافظ على فريجك بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية ومندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة. وترتجي المحافظة الجنوبية من وراء أطلاق مثل هذه المبادرات إلى توعية المجتمع بفئاته كافة بأهمية البيئة الذكية وضرورة تكاتف الجميع من أجل ديمومة المظهر الحضاري وإبرازه في كل مناطق المحافظة الجنوبية وزيادة الرقعة الخضراء داخل مدن المحافظة عبر تكثيف التشجير وإحاطة المواقع الحيوية والمساجد بالزراعة وريها بالمياه الرمادية، إضافة إلى الدور الذي سيعنى به المختصون في المحافظة الجنوبية والمتمثل في حصر المباني المهجورة وترميمها ومعالجة ظاهرة الكتاب على الجدران، إلى جانب تكثيف الإنارة في الأحياء السكنية لدواعٍ أمنية عبر نظام إنارة يعتمد على الطاقة الشمسية، فضلا عن دعم الحملات البيئية التي تحث على تشجيع إعادة تدوير المخلفات. اليوم اطلعنا على مبادرة حافظ على فريجك، وهي اعتقد من المبادرات اللي انا اعتقد راح تطور المنطقة الجنوبية بشكل متكامل وتعطيها وجه حضاري اخر، وايضا تحافظ على الكلتشر او العادات والتقاليد السابقة. يعني البيت بيتم كما هو، الممرات تتم كما هي، ولكن تتم تطويرها على غرار ما تم تطويره في بعض القرى اللي موجودة في البحرين. فأنا أعتقد أن سمو المحافظ هذه المحافظة راح تنقل المحافظة الجنوبية نقلة نوعية فيما يتعلق بالأبنية والممرات والأزقة اللي موجودة في المحافظة، بالإضافة إلى النظافة بشكل عام. طبعا أنت لما تشارك المواطن في الشيء، في أي شيء، في أي مبادرة، لما تشارك الناس وتكون الشراكة مجتمعية، كل شخص بيكون جزء من هذه العملية. هذه الشراكة نعززها مع بداية هذا العام لتكون هناك رؤى وتطلعات نتمنى تحقيقها لخدمة المجتمع وتوفير البيئة الصالحة الحضارية لجميع مناطق المحافظة الجنوبية، بما فيها طبعا برنامج أو فكرة حافظ على فريجك التي تعزز النسيج المجتمعي الذي يميز المحافظة الجنوبية بما فيها العلاقة الوطيدة مع الأهالي، الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم لتكون هناك صورة حضارية ومثالية إن شاء الله للمحافظة الجنوبية. أما من الناحية البيئة الخضراء أو من ناحية البيئة الخضراء، طبعا البيئة الخضراء هي تطلعات أيضا تواكب يعني يمكن الرؤى المستقبلية لتكون هناك بيئة خضراء ذكية نقدر نغرسها من خلال يمكن الحملات الإعلامية مع جميع شرائح المجتمع، مع جميع فئاته، من ناحية الأطفال، من ناحية الشباب وكذلك كبار السن، ولا ننسى أيضا من ذوي العزيمة. هناك الكثير من الأعمال ومن الأنشطة اللي تقام في المحافظة الجنوبية، هناك المراكز والمؤسسات الصحية المعززة للصحة، وهناك أيضا المراكز الاجتماعية الشبابية، وهناك المحافظة والتخلص من النفايات، وأيضا هناك التواصل المجتمعي مع جميع فئات المجتمع من قبل المحافظة الجنوبية. فالمسكن الملائم موجود والبيئة الصحية موجودة، فنتمنى أن تكون طبعا هذه المبادرة هي تشمل جميع مدن المحافظة الجنوبية.